خلص علينا. الطالب أمير نور الدين البحر يا فندم بيحرض الطلبة على التظاهر والإضراب وبيتفوه بألفاظ نابية تسيء لسمعة الأكاديمية وتنال من قيادتها. الله، اكتب ده في محضر رسمي يا نزار. ساري مالكش في ده. أنا ساكت لحد دلوقتي، مش عايز أتكلم يا أنكل. أنكل دي تقولها ببيتكو يا طالب. أوكي حضرتك عارف بيتنا قصاد بيت مين. تليفون واحد هصعد الموضوع. أنا بقول نلم بيننا وبين بعضينا أحسن لحضرتك. أنت بتهددني يا حيوان؟ الأربعة دول حجز خميس وجمعة، أما ده حجز شهر، ما يخرجش الشارع ولا يشوف نور الشمس، مفهوم يا نزار؟ علم وينفذ يا فندم. ايه دي؟ اسكندرية. ايه؟ اسكندرية. اسكندرية؟ اه والله. امال مالها قلب الغردقة ليه كده؟ ايه ده؟ وده ايه ده؟ ده البحر الابيض. البحر الايه؟ الابيض. امال دهنينه ازرق ليه؟ ابيض يخلوه ابيض. وده ايه ده؟ البحر الاحمر. برضو دهنينه ازرق. ما يطلقوا حبر على الخريطة ونخلص ليه وطرونا؟ احنا في الموقف ده يا شباب خدنا في الاكاديمية بنتصرف ازاي؟ في سيليستال نافيجيشن. في ايه؟ سيليستال نافيجيشن. اه في حاجه تانيه؟ في كوستال نافيجيشن. لا خلينا الكوستا بتبقى اسرع في البحر. اه وايه تاني؟ في ازابورات الاعماق بالايكو ساوند يا فندم. لا بلاش ازابورات، خش في الموضوع، هنتصرف ازاي؟ انا من حقي اختبرك، اتفضل. احنا ممكن نتجه شرق البحر الابيض المتوسط على 90 درجه على البوصله يا فندم. الجنوب هيبقى 180 والغرب هيبقى 270. مش كتير 270 على الغرب؟ لا يا فندم ابدا. اوكي ده استهبال. خد وامشي. حاضر. خد وامشي، ما اشوف هعمل ايه. طلبه اكاديميه قال يا فاشل. حضرتك ما قلتش غير نعم يا نقا، واضح ان انا ما غلطتش. كاشيرو كاجي جوما كاجيبا كابطوف فوتان والقبا كاجي جوما كاجيبا. اوكي ما اختلفناش، حضرتك متعصب ليه؟ انا زعيم قرصنا، والمركب دي احنا خطفناها وانتم رهائن عندي. لا حضرتك واضح ان في سوء تفاهم. حضرتك المركب دي مش مركب سعودي ولا مركب نفط، لا دي مركب عائلي، يعني هم شويه بطاطس محمره وشويه بوفتيك، حاجات بسيطه يعني بالهنا والشفا. مين فيكم قبطان مركب دي؟ معاك القبطان أمير نور الدين البحر صاحب المركب دي. نعم. لا هو واضح ان في مشكلة مع نعم بالنسبة لحضرتك. هو يا نعم دي في بلدكو كلمة قبيحة من ما اعرفش. فانا سو يوم مكانا كاجيب قومك يا جماعة، يوم مكانا بعد سمعنا. اوكي يا جماعة براحة شوية.